هذا يوم عالمي أن المغرب وصل لواحد المستوى كبير، لا كرويا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا وكذلك سياسيا. الحمد لله المغرب ديالنا، لا الشعب ولا جميع الجماهير فرحانة هذا النهار وسعدانة، والشعب المكناسي أنتم تشوفوا كيفاش خرج عن بكرة أبيه باش يعبر على الفرحة ديالو، وعلى وكذلك امطار الخير اللي نزلت هذا النهار على 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 مكناس الشامخه. ان شاء الله هذه انطلاقه، وان شاء الله مع المنتخب الوطني وكذلك سير كراكي واللاعبين، ان شاء الله غادي نوصلوا لواحد نقطه بعيده في كاس العالم، وان شاء الله غادي يكون الخير، امطار ديال الخير، وامطار الخير جات معها الخير. فوز المنتخب الوطني المغربي هو فوز مستحق، وكيتعتبر هذا الفوز هذا تاريخي باعتبار انه لاول مره الفريق الوطني المغربي كيحتل المرتبه الاولى في المجموعه اللي هو فيه، وبالتالي حنا تنشكروا وليد الركراكي لانه كيتعتبر هو اول مدرب مغربي اللي كيقدر انه يحقق الانتصار بثلاث مقابلات، وبالتالي اول مغربي اللي كيستطع المنتخب الوطني المغربي، باش انه الفوز المنتخب الوطني المغربي اخرج ساكنه مدينه مكناس واخرج الشعب المغربي الى الشوارع من اجل التعبير عن وطنيتهم. حيما اخويا الحمد لله على هذا الفوز هذا العريض، من 86 متأهلنا للدور الثاني، الحمد لله على هذا الفوز هذا والتأهل التاريخي، الحمد لله. تفرجت مع لي زامي ديالي، الاصدقاء ديالي، لا غرينتا توجور لا غرينتا، تحية للناس ديال المغرب كاملين واحد واحد. حنا خويا اليوم فرحانين بالمنتخب المغربي، صفتنا الالجيريين، جينا من الالجيريين اخويا حافظ من وهران ديال تبكراس، جينا اليوم المغرب نشجعوهم، نشجعو المغرب كامل وديما كونتا المغرب. الفوز ديال المنتخب الوطني على نظيره الكندي، والجمهور راه محتفل، ونتمناو من الله حتى حنايا تكون جاتكم الاجواء احتفاليه. الجمهور المكناسي معروف بهاد الاجواء اخويا. خويا الركراكي تنشكروك اخويا بزاف، وما نساوش خويا القجع، وديما المغرب ديما مغرب، والعز المغرب. خويا الركراكي العز لك. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.